السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة حل مشكلة حظر حساب أو رقم الواتساب بكل سهولة. الشرح هيكون سهل جدا وسريع، وتنفيذه طبعا سهل جدا على أي حد تم حظر رقم تليفونه. طبعا هنروح على الشرح على طول. أول حاجة بنروح على متجر بلي عندنا، لو هنروح نفتح متجر بلي كده، ومن متجر بلي بنبحث عن الواتساب، كلمة واتساب كده، وبنفتح الواتس بشكل عادي خالص اهو. شايفين احنا كلمة، لو نزلنا لتحت كده هنلاقي كلمة دعم التطبيق، او لو انت بالانجليزي ديفيلوبر كونتاكت، تمام، دعم التطبيق او ديفيلوبر كونتاكت. هندوس عليها كده هيجي لي البيانات اللي بتفتح قدامي، القائمة اللي بتفتح قدامي دي. هضغط على الموقع الإلكتروني، ولو أنت بالإنجليزي اللغة هتلاقي ويب سايت، تمام. هضغط على الموقع الإلكتروني، هيفتح لي الموقع الإلكتروني ده بتاع الواتساب. هضغط على الثلاث شرط اللي فوق، ومنهم هختار مركز المساعدة أو هيلب سنتر. انزل لتحت كده لغاية ما الاقي كلمة اتصل بنا او كونتاكت اس، لو انت بالانجليزي يبقى اتصل بنا او كونتاكت اس. هضغط على اتصل بنا، ومنه هيجي لي اللي قدامنا ده كله. هنضغط على اختار اول واحده اللي هو فريق دعم تطبيق واتساب ماسنجر، تمام، فريق دعم واتساب ماسنجر. لو انت شغال على الواتساب الماسنجر العادي مش واتساب الاعمال هضغط عليه، لو انت على الواتساب للاعمال هتضغط على الاتصال بنا في فريق دعم تطبيق الواتساب. يبقى انا اختار اول واحده لان انا على الواتساب العادي، واتساب ماسنجر العادي، هضغط اتصل بنا هنا. يبقى قلنا هنحط الرقم بتاعنا هنا، وهنحط العنوان البريد الالكتروني هنا، وهنكرره هنا، وهننزل هنا نختار انا بستخدم واتساب على اي منصه، اندرويد ايفون ولا ويب ولا غير ذلك، وهحط الرساله اللي قدامنا دي زي ما احنا شايفينها كده، ان انا بتواصل مع فريق دعم الواتساب، بقول له ان انا عندي مشكله في حسابي او رقمي على الواتساب ان هو تم حظره، ومع ان انا بتبع شروط و قواعد استخدام الواتساب، فأتمنى ان انتم تفكوا الحظر عن حساب الواتساب بتاعي ورقمي في اقرب فرصة ممكنة وشكرا. ده اللي هو ترجمة الجملة دي، هنلاقي طبعا الكلام ده كله متسجل في رابط اسفل الفيديو في الديسكريبشن في التوضيحات. وبعد كده بكل سهولة بنضغط على الخطوة التالية، وبعد ما بتضغط على الخطوة التالية بتضغط على ارسال سؤال، وكده خلاص انت بعت للدعم الواتساب لطلب شيل ازالة الحظر عن رقمك بكل سهولة. اتمنى تكون الطريقة سهلة وواضحة. لو في اي استفسارات نشوف تعليقات، لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز تدي غيرك اعمل له مشاركة، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى تكون من المشتركين معانا. متنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.